السلام عليكم. اليوم غادي ندير واحد الفيديو تيتطرق لمجموعة ديال المواضيع. بعد ما كنت درت الدواء سميتو الحشرات المن والنمل، غادي نشوفوا النتائج وغادي نعيدوا الترتيب ديال النباتات. ضفت هنايا واحد الياجورات ودرت فوق منهم واحد الخشبة بعد ما صبغتها وكذا، درت باش تولي مقاومة للرطوبة، وغادي ندير عليها بعض النباتات، وفي الأرض غادي ندير نباتات أخرى. دائما غادي الفكرة أنه غادي يبقى الركنين اللي كانوا غادي يبقاو هما، ولكن غادي الإضافة اللي غادي ندير هي أنه غادي ندير هاد النباتات الجديدة هنايا. واليوم غادي نزرع واحد العدد ديال النباتات. يعني جبت شتائل، جبت هنا عندي الأزير وعندي الحبق اللي يستعمل في المطبخ، وعندي هنا هاد الشجيرة ديال الزينة ديال نخيلة ولا من فصيلة النخل، وعندي هنايا هادي شجيرة عنب، وتما عندي مسك الليل غادي نزرعهم. راني جبت واحد العدد ديال السطولة، فوالا جبت هاد السطولة وغادي نزرعهم. من بعد ما درنا الحجار ودرت هاد القماش هذا، غادي دابا ندير التربة. غادي ندير التربة، بسم الله، كما العادة في الأول تندير غير شوية باش تنشوف النباتات اللي غادي نزرع هنايا. هذاك الشتيلة غادي نجربها. بعد ما حيدنا هاد الميكا وجربنا قبل من داكشي، جربنا الشتيله فين غادي توصل، تنجي لهنا تنحطها في الوسط، تنحطها في الوسط وتنزيد عليها التراب. هاد التراب راه فيه خليط ديال الحمري، تراب حمري مع الغبار، مع الغبار ومع بقايا نباتات وأوراق أشجار، أوراق يابسة، ومعاه السحاق ديال الفخر. دابا بقى لي غير نسقيها وغادي نحيد حتى هاد الجذور الميتة. دابا النبتة ها هي جاهزة، بقى غير نحيدو لها هاد الأوراق الميتة، نحيدوها. حيدنا لها هاد الأوراق الميتة وغادي نسقيوها. هنايا راه في القاعة داير الفحم وشوية ديال الحجارة، وغادي ناخدو الشتيلة ديالنا، نحيدو لها البلاستيك ونوضعوها وسط السطل. وما بقى لنا دابا إلا نقلموها شوية، نحيدو لها بعض الأوراق ونسقيوها. وهذا السطل الثالث، النبتة الثالثة، درناه بنفس الطريقة اللي درنا الاخرين وهو جاهز، بقالو غير السقي. وصلنا الان لهاد السطل اللي كبر منه شوية، ولا غادي ندير فيه هذيك الشتيلة ديال العنب. غادي نديرو نفس الخطوات. النباتات ديالنا اللي غرسنا احنا غادي نسقيوهم الان، تنسقيوهم السقي الاول مزيان
يعني سقي الغمر، ومن بعد على حساب كل نبتة، على حساب احتياجات كل نبتة غادي نبداو نسقيوهم. طبيعة الحال راني قبل ما نغرسهم راهم كانوا ماشي ناشفين تماما وماشي مبلولين، علاش؟ باش حيت تتحيدهم من الكيس ديالهم تيبقاو متماسكين. واحد المسألة أخرى اللي نشير لها هو أنه غادي تلاحظوا بأنه أنا تنعمر بالتربة هاد الأوعية، علاش؟ لأنه راه من بعد هذاك التراب راه تيزيد يهبط. وهذه نظرة على الصبغة الجديدة اللي ولا عليها ترتيب جديد ديالهم، هادو النباتات الجديدة. هنايا هذاك مسك الليل، الشجيرات اللي درت بهم التجربة ديال هذا الري الذاتي، وهنايا في الوسط هذه شجرة العنب، وباقي النباتات. وهكا ولا الركن الثاني، مازال في حقه ما ساليت. هذه نتيجة مكافحة حشرات النمل والمن، الظاهر ان اعطت نتيجة، ما حتى شي محبق ما بقى فيه. وهذا المحبق اللي درنا فيه تجربة الري الذاتي هو من بعد 6 ايام ها هو مازال ما الظاهر انه ما محتاج لا ما لا والو. وهذا محبق فيه النمل، هذا المحبق فيه النمل بالرغم من انه درت ليه القرفة، هو الاخر هو الوحيد اللي بقى فيه، هذا اللي كان فيه النمل تيجري فوق النعناع، مازال فيه النمل بالرغم من انه فيه القرفة. ودي نعاود العملية ونشوف النتيجة من بعد. وهذه النبتة اللي كان فيها ماشي غير النمل، كان فيها المن والنمل، الظاهر انه بعدا من ناحية المن تيظهر لي راه غادي يموت، والنمل ما كاينه، ما بانت لي حتى شي نملة اللي طالعة فيها. اولا لانه الفازلين ما خلاهمش يطلعوا، ما خلاش النمل يطلع، وثانيا ان هذاك الخل اللي غسلنا به الاوراق قضى على المن. تيظهر لي انه التجربه راها شبه ناجحه باستثناء هذا المحبق هذا اللي غادي نعاودو نعالجوه. السلام عليكم، نكتفي بهذا القدر، شكرا على المشاهده.